فالحة بس حكومته تقول لك هننظم مؤتمر المناخ. طب ما حدش كلف خاطره وشاف العالم فيه ايه؟ موجات حر رهيبة لم تحدث من 40 سنة بتغطي أوروبا كلها. الطقس في أوروبا بقى مجنون من شدة الحر، البرد قارس لمطر. خلينا نشوف الخبر ده اهو، موجات حر قاتلة، هل يتغير الطقس في أوروبا من البرد القارس إلى الحرارة المرتفعة؟ المشكلة الحقيقية أن دول زي بريطانيا غير مؤهلة لموجات حر طويلة، فالبيوت والمباني كلها مشيدة من أجل الحماية من البرد القارس وتوفير التدفئة، لكنها لم تأخذ بالحسبان موجات الحر. مش بس كده، ده قرروا في أوروبا أنهم يستعينوا بخبرات إخواننا في الخليج في الحر، وبدأت الناس تطلع، العلماء يكلموا إخواننا في الخليج أنتوا بتعملوا إيه في الحر؟ موجات الحر اتسببت في حرائق فظيعة من المغرب إلى أسبانيا إلى أوروبا، زي ما الخبر ده أو الفيديوهات دي بتقول. دول بيستخبوا من الحرارة، دول بتوع اطفاء، بيستخبوا من الحرارة اللي جاية. العالم بيعاني من تقلبات مناخية رهيبة، في وسط ما أوروبا بتعاني لسه من الحرارة دي، مباراة بين بايرن ومانشستر سيتي، بايرن ميونخ، اتوقفت عدة دقايق بسبب عاصفة رعدية قبل ما تنتهي المباراة بفوز السيتي. شوف كده، اتفرج الخبر. غادر اللاعبون الملعب ونحن ننتظر لنرى ما إذا كنا سنتمكن من استكمال المباراة، بايرن والسيتي. لا ده في فيديو ليها، فيديو كامل، اللعيبة سابت المطر أمطار عادية رهيبة، مع أن أوروبا بتعاني من الحر دلوقتي، جنون. تسأل أي أوروبي يقولك ما حصلتش، ما عرفناش الحر ده، ما شفناهوش قبل كده. توقف مباراة مانشستر سيتي والبايرن بسبب الأحوال الجوية، في عز الحرارة، في عز كل ده، مطر نازل، حرائق غابات بتحترق، وعالم بيولع من الحر وفي مطر نازل. عشان كده قلت لك أوروبا المالية الألماني يفكر في زيادة دعم ركاب المواصلات العامة من ست أيام إنه منفتح على زيادة دعم الحكومي للركاب، ويضطر الكثير من الذهاب للعمل كل يوم، وتضرر التكاليف الطاقة المرتفعة هؤلاء الأشخاص، مضيفا أن حكومته بتخفف العبء عن العاملين. أنا منفتح على زيادة دعم الأسعار الثابتة للركاب من العام المقبل. خلاص؟ ده في إيطاليا نفس القصة، أو أسبانيا، تخفيض إلى النصف في أسبانيا. العالم بيتجه حضرات على أنه أنا هخفف عنك العبء الاقتصادي، وإنت كمان هنخفف انبعاثات الكربون. وسط كل ده إحنا بقى في حتة تانية. كامل وزير طالع يبشر المصريين بأنه هيرفع أسعار المواصلات العامة، بنفكر بالشقلوب. إحنا في حتة تانية، إحنا في مكان تاني، سيبك من الغلا، بس أنا بقولك أنت كواحد رايح شغلك جاي رايح بالعربية، قررت تروح بالمترو أو بالمواصلات، يجي رفعها عليك، كارثة. عارف كم مليون واحد بيسافروا يومياً من اسكندرية للقاهرة والعكس عشان بيشتغلوا؟ أنا بكلمك على ما لا يقل عن 500,000 بني آدم. تخيل كل دول هتزيد عليهم تذكرة القطر. كام مليون واحد بيستقل المترو يوميا سواء طلبة أو بيشتغلوا؟ ملايين كل يوم، دول هتزيد عليهم التذكرة. في وسط ما أنت بدل ما تشجعهم يسيبوا عربياتهم ويركبوا وسائل المواصلات، حضرتك بتقول لهم لا، وسائل المواصلات مسدوده في وشك. كده يبقى عربيتك هتكلفك بنزين بفلوس كتيره جدا، ولو رحت تلجا الى وسائل المواصلات هتدفع فلوس اكتر. وكده طبعا بتوع السيرفيس يغلوا براحتهم بقى. تفكير بالشقلوب، زي السيسي اللي بيقول لك احنا عملنا طرق كتير جدا عشان نقلل الانبعاثات الكربونيه وتغييرات المناخ. انت انا مش مصدقك السيسي اهو. ازاي يعني تسهم في مجابهه التغيرات المناخيه؟ ازاي؟ وطالع من وين يقول لك احنا بنعمل اقتصاد منخفض الانبعاثات
عشان التغيرات المناخيه. اتفرج من يومين اهو نستهدف في التحول الاقتصادي منخفض السيسي الراجل عايز هو اللي بيقول القصه كلها عبط. عرفت بقى ان موضوع او ان كل موضوع قمه المناخ ده اللي هيتصرف عليه قد كده والتصريحات اللي مصدعينها بينا عن التغيرات المناخيه والانبعاثات الكربونيه كلها الاستهلاك المحلي عند السيسي اللي كله شغال يعني عايز يلم كل شويه قرشين من الناس يلمهم من جيوب الناس باي طريقه وهوب يطالع العالم بوش تاني خالص وش انه راجل بيحافظ على المناخ راجل بيقلل الانبعاثات الكربونيه. يا حضرات دول شويه فشله. وده الوصف اللي وصفه لهم الكاتب الصحفي سليم عزوز اللي قال قال الجنرال كامل وزير النقل نحن في مأزق وبناء على كونهم في مأزق قرر رفع سعر تذكرة القطارات والمترو دون إدراك بأن المأزق الحقيقي أنهم فشلا ورفع الإسعار هو علاج للأعراض دون اكتساس المرض من جذوره لأنهم هم المرض. المشكلة أن الشعب هو من يحاسب على الفشل. ده المعنى اللي أشارت إليه الأستاذة الصحفية نادية أبو المجد اللي كتبت في تغريدة مأزق وكوارث أو مآزق وكوارث وفشل لا ينتهي مش قد الشيلة ما تشلوش بصوت صاحبة هذا التعبير أيام الرئيس مرسي. طبعا احنا عارفينها كلها عارفينها أنها امرأة أبو لهب هي اللي قالت الكلام ده. السيسي لا قد الشيلة ولا قد قمة المناخ ولا قد الكلام اللي بيقوله عن خفض الانبعاثات الكربونية بدليل قطع الأشجار اللي شغال ليل ونهار في أي منطقة. السيسي كل اللي يهمه الطرق والكباري والكارتة والتذكرة اللي بيزود ثمنها كل شوية. كان نفسي بس أسمع عشان كده بس خليني أقول لكم الناس طلعوا هاشتاج اسمه على الحديدة يا سيسي عبروا فيها عن معاناتهم في الجمهورية الجديدة زي عينة الفيديوهات دي. شوف دول 150 جنيه باقيين من 600 جنيه علشان انشليت في رجلي ورجلي اللي جابني ورحت السوق اشتري فرخه كلها انا وعيالي علشان اتعشى فراخ العشوه وقفت عليا ب 450 جنيه لا انا دخلي كام 450 جنيه في اليوم علشان اما اتعشى فراخ بس اصرف 450 جنيه 450 جنيه ليه؟ وتقول لنا الحاجه اللي كده ما اشتروهاش طب شاوروا لنا على ام سلعه حطيتها في البلد واحنا رحنا نشتروها. هو انت غليت البنزين والجاز تاني بناء عن ايه؟ يعني انت غليت البنزين والجاز تاني بناء عن ايه؟ انت كده ضربت كل حاجة تاني. ما دام البنزين والجاز غلي يبقى قيس على كده كل حاجة هتغلى. طب انت عملت حساب المواطن الفقير؟ مش هقول لك الفئة المتوسطة لأن ما بقاش فئة متوسطة دلوقتي. انت عملت حساب المواطن الفقير؟ عملت حساب الموظف اللي مرتبه 2000 جنيه؟ عملت حسابه ده؟ انت الموظف اللي مرتبه 2000 جنيه ده هيعيش ازاي؟ اشمعنى مصر الوحيدة اللي متأثرة؟ بقية الدول ليه مش متأثرة يا ريس؟ يا ريس بعد اذنك حس بينا شويه لله. حس بينا انت لو مواطن مش رئيس جمهوريه كان زمانك قطعت هدومك من اللي هو اللي بيحصل ده. حس شويه يا ريس بينا يا ريس. دي شكاوى بعض الناس قبل ما يغلي تذكره المترو. يعني ده كان اول لما غلى البنزين لكن قبل تذكره المترو لسه بقى في اغسطس الجاي كده بقى البنزين غالي عليك كده بقى المترو غالي عليك كده انت ما بقاش قدامك غير انك تمشي على رجلك فقط لا غير. حضرات السادة المشاهدين مصر كلها العالم بيفكر في حتة ومصر بتفكر في حتة تانية خالص. والسؤال دلوقتي ما يطلعش ليه واحد من البرلمان يسأل الجنرال مهندس كامل وزير يقول له وديت الفلوس فين؟ انت اكبر وزارة اخدت فلوس من ساعة ما جيت وديتها فين؟ وطبعا مع الاستاذة نادية ابو المجد برضو ايدها نطلع كلنا بصوت امرأة ابو لهب ونقول له مش قد الشيلة ما تشيلش.